بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بكم في هذه المدينة المباركة الطيبة وفي هذه العاصمة من عواصم الإسلام، العاصمة السلجوقية الأصيلة قونية. وأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقكم لهذا النشاط الصيفي المبارك الذي تتعلمون فيه من بعضكم ويخالط بعضكم بعضا وتحققون فيه أخوة الإسلام فيما بينكم. الموضوع الذي أحب الإخوة أن أتحدث إليكم فيه هو تعريف السنة وبيان أهل السنة من هم. فالسنة في لغة العرب تطلق على الطريقة سواء كانت للخير أو للشر، فمن إطلاقها على الخير قول الله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تبديلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، هذه سنة المرسلين وهي طريقتهم، وهي تشمل السبيل والمنهاج كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس: سبيلا وسنة. الشرعة هي السنة والمنهاج هو السبيل. ومن إطلاقها على الشر قول الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فهذه سنن المكذبين المعادين لله سبحانه وتعالى وطرقهم وهي للشر. كما تطلق السنة في اللغة العربية على الصميم من كل شيء والوسط منه، ومن ذلك صميم الوجه يسمى سنة، ومنه قول غيلان المنقري التميمي: تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب. كما تطلق السنة على مجرى السيل فيسمى سنة بالضم ويسمى سنة بالكسر، وهو المكان الذي يجري فيه السيل وليس نهرا ولا واديا كبيرا بل مجرى صغير للسيل. أما السنة في الاصطلاح فيختلف إطلاقها باختلاف العلم الذي تطلق فيه. فالسنة عند أهل الحديث هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح. فهي كل ما أثر أي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، معناه إقرار للغير على قول أو فعل، أو وصف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون مرويا. فوصفنا نحن الآن ومدحنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل في تعريف السنة، وإنما يدخل فيها وصف من رآه كوصف الصحابة له، سواء كان ذلك الوصف خلقيا يتعلق بذاته الشريفة أو كان خلقيا يتعلق بأخلاقه العظيمة. فكل ذلك يسمى سنة عند أهل الحديث. ولهذا فإن علم الحديث كله يسمى علم السنة. أما الاصطلاح الثاني فهو اصطلاح أهل الفقه، فأهل الفقه يطلقون السنة على صفة الفعل المأمور به شرعا أمرا غير جازم، بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وبعضهم يخصص السنة بالمأمور به أمرا غير جازم إذا كان مؤكدا وأعلنه النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ وواظب عليه. وهذا الفرق عندهم بين السنة والمندوب، فالمندوب أقل درجة من السنة والسنة أعلى منه مستوى. ولهذا تقرؤون في كتب الفقه إذا أتيتم إلى الطهارة: سنن الوضوء ثم مندوبات الوضوء، سنن الصلاة ثم مندوبات الصلاة. المندوبات أقل درجة من السنن. ثم بعد ذلك إطلاق السنة لدى أهل الأصول، فأهل أصول الفقه يطلقون السنة على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي. فإطلاق السنة لدى أهل الأصول أقل من إطلاقها لدى أهل الحديث.
فأهل الأصول لا يطلقون السنة على المروي من الوصف والشمائل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت خلقا في خلقه أو خلقه، لا يسمون ذلك سنة لأنها لا تؤخذ منها الأحكام، كما لا يطلقون السنة على ما لا تؤخذ منه الأحكام من الأحاديث القولية أو الأفعال النبوية، فما لا يدل على حكم شرعي لا يسميه الأصوليون سنة، وإنما يطلقون عليه الحديث أو الوصف أو غير ذلك. لكن الذي يكون مصدرا من مصادر التشريع يعد مع القرآن ومع الإجماع ومع القياس هو السنة النبوية، التي هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية. أما أهل العقائد فإن لهم إطلاقين للفظ السنة. الإطلاق الأول إطلاقها إطلاقا عاما على كل من سوى الشيعة، فيقال المسلمون إما سنة وإما شيعة، فالسنة معناه من ليس من الشيعة، كل من كان من سواد المسلمين وعمومهم ليس من الشيعة يسمى سنة، حتى لو كان فاسقا ولو كان تاركا لكثير من أمور دينه يقال فلان من أهل السنة، معناه ليس من الشيعة فقط. هذا الإطلاق العام. أما الإطلاق الخاص فهو إطلاق السنة على المنهج القويم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخيرة هذه الأمة عبر العصور، وجمهور الأمة وسوادها الأعظم هم الذين كانوا على ذلك. وهذا المنهج العقدي هو الذي ارتضاه الله للمؤمنين، فإن الله قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي بهذا المنهج، فآمنوا بمثل ما آمن به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وبمثل ما آمن به التابعون، وبمثل ما آمن به أتباع التابعين فقد اهتدوا، شهد الله بالهداية لمن آمن بمثل ما آمنوا به. وكذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم سنة، كما ثبت في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث دلنا على أمرين. الأمر الأول ما هي السنة في هذا المجال، وقد عرفها بأنها ما كان عليه هو والخلفاء الراشدون المهديون من بعده، ولا يقصد بهم أشخاصهم، بل يقصد أنهم كانوا في وقت اجتماع الكلمة في وقت أبي بكر الصديق المؤمنون جميعا في اتجاه واحد من ناحية العقدية، من الناحية العقدية، في أيام أبي بكر أيام عمر هم في اتجاه واحد، في أيام عثمان، في أيام علي، في أيام وجود خلافة ناظمة جامعة كالخلفاء من بني أمية وبني العباس وبني عثمان، فإن الأمة كانت لها دولة واحدة تؤلفها وتجمعها، وهذه الدولة هي سواد المسلمين الأعظم، فما كانت عليه هذه الدولة يمثل الهدي القويم، وإن كان فيه بعض الخروقات وبعض النقص، فهذا ليس معصوما وليس إجماعا، لكن هو النهج والمنهج السوي. أما الأمر الثاني الذي عرفناه من الحديث فهو أن السنة تقابلها البدعة، والبدعة هي ما أحدثه الناس مما يراد به التقرب إلى الله تعالى والزيادة في العبادة، ولم يرد فيه نص ولا أمر. فقد عرفها الشاطبي رحمه الله بأنها طريقة في التعبد يقصد بها المبالغة في التعبد لله تعالى بما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي البدعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضد السنة، فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. محدثات الأمور ما أحدثه الناس، وهذا يشمل جانبين، الجانب العقدي والجانب التعبدي، فالبدعة لا تكون إلا في أحد هذين الجانبين.
في جانب العقائد، فمن أتى بعقيدة جديدة وصف الله بما لم يصف به نفسه ولم يصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نفى عن الله ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قد ابتدع في العقائد. هذه هي البدعة العقدية، أن يثبت الإنسان ما لا علم له به، لأننا لا نرى الله جل جلاله في الحياة الدنيا، وإن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فلا يمكن أن نصفه إلا بما جاء عنه هو من الوحي، بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فما سوى ذلك هو الذي سماه بدعة، وسماها محدثة، أي أحدثها الناس من عند أنفسهم ولم يأتي بها الوحي من عند الله تعالى. ولهذا قال: فإن كل محدث إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وجعلها ضلالة، أي خروجا من هذا المنهج ومزايلة له. فالمنهج السوي الصراط المستقيم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والبدعة خروج عنها مع بنيات الطريق التي حذر الله منها، فإن الله تعالى لما أوصانا في سورة الأنعام بعشر وصايا، كانت آخر وصية فيها قال قل تعالى: واتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. قال: قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فجاء بالوصية العاشرة الأخيرة، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا الصراط السوي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عند الله هو الذي أوصانا الله بلزومه واتباعه، وأن لا تتفرق بنا السبل عنه بابتداع المبتدعين. الجانب الثاني من البدعة هو الابتداع في العبادة، فإن الله لا يمكن أن يصل إليه أحد من عباده بنفع ولا بضر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فلا يمكن أن يعبد إلا بما شرع. فما شرعه وبينه، شرع لنا الصلاة، شرع لنا الذكر، شرع لنا تلاوة القرآن، شرع لنا الحج، شرع لنا العمرة، شرع لنا الزكاة، شرع لنا الصدقة، شرع لنا فعل الخيرات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه هي العبادات التي شرعها الله، فلا يمكن أن يتعبد ولا أن يتقرب إليه بما لم يشرع. ومن فعل ذلك فأتى هو بشيء من عند نفسه كحركة معينة أو قول معين ليس ذكرا لله ويرى أنه تعبد لله، فهذا ابتداع في الدين، وهذه هي البدعة التعبدية. أما ما يتعلق بالمعاملات والأخلاق والحضارة وحياة الناس فإن ذلك لا تدخله البدعة. يمكن أن يلبس الإنسان ما شاء، ويمكن أن يسكن فيما شاء، ويمكن أن يستعمل ويستحدث من الآلات ما شاء، ويمكن أن يصنع ما شاء من أنواع الطعام والشراب وأنواع الأجهزة وأنواع ما يحتاج البشرية إليه، ولا يكون شيء من ذلك بدعة، لأن هذا ليس في مجال الاعتقاد وليس في مجال التعبد. البدعة مختصة بهذين المجالين فقط، مجال الاعتقاد ومجال التعبد. هذا المنهج السوي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان منه في القرآن فهو معصوم من التغيير والتبديل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين
وقد قال الله فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وما كان منه في صحيح السنة التي نقلها الكافة عن الكافة أو نقلها الثقات عن الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وقد قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحدث عن ربه جل جلاله إلا بالحق البين الذي لا لبس فيه ولا إشكال. ولهذا قال الله فيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة، ثم لقطعنا منه الوتين، أي ذبحناه ذبحا، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، لا يستطيع أحد منكم أن يحول بينه وبين الله. فلذلك كل من كذب على الله فهو معرض لهذه العقوبة الشديدة، وكذلك من كذب على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد روى 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث من المتواتر اللفظي وجاء بألفاظ مختلفة، جاء فيه: من كذب إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي فليلج النار، وجاء فيه: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أول حديث من ثلاثيات البخاري. تعرفون ثلاثيات البخاري؟ ثلاثيات البخاري معناها 24 حديث في صحيح البخاري، بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 رجال فقط، فيرويها البخاري عن واحد من أتباع التابعين، وذلك يرويها عن واحد من التابعين، وذلك يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أحدثكم به بالإسناد حتى يكون لكم ثبت تمسكونه بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث يقولون: كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون: الإسناد حبل طرفه في يدك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن الشمس العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري قال في صحيحه: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث كما رأيتم بين البخاري فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال، هم المكي بن إبراهيم ويزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع وسلمة بن الأكوع الصحابي رضي الله عنه. فهذا الحديث حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، فلذلك آمن الصحابة الكرام بما جاءهم في القرآن وبما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما حدث بعضهم به بعضا، ولم يكونوا ليكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت عقيدتهم على هذا الوجه مثل تعبدهم ومثل معاملاتهم، هي على هذا الوجه الذي ليس فيه إشكال ولا ريب ولا لبس. كانوا إذ ذاك جميعا من الناطقين باللغة العربية على وجه السليقة، سواء منهم من كان عربي العرق ومن لم يكن كذلك. فبلال حبشي ولكنه كان ناطقا بالعربية وكان من البلغاء الفصحاء، وسلمان فارسي ولكنه كان من الناطقين باللغة العربية وكان من الخطباء المعدودين، وكذلك صهيب الرومي من الروم، وهم سكان هذه المنطقة في الأصل قبل مجيء
السلاجقة كان الروم هم سكان هذه المنطقة. فصهيب رومي ولكنه كان من الناطقين باللغة العربية، فكان الصحابة جميعا يتكلمون باللسان العربي على وجه السليقة، وكانت الأمور تتنزل كلما جاءت واقعة يأتي فيها الفتوى إما من الله مباشرة في القرآن أو يبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره الله بالبيان فقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون، فيبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أشكل عليهم وما خفي عليهم، وحينئذ لم يكونوا يحتاجون إلى كثير من التعمق في الدلالات ولا في أوجه الرواية، لأن كل العلم النبوي محصور في هذين الوحيين الكتاب والسنة. والكتاب والسنة يبحث فيهما من جهتين، جهة الورود وجهة الدلالة. أما جهة الورود فمعناه كيف نعلم أن هذا كلام الله، كيف نعلم أن هذا من القرآن، كيف نعلم أن هذا من السنة، هذا جهة الورود. أما جهة الدلالة ما مراد الله بهذا الكلام، ما معنى هذا الكلام، ما مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. فالجهة الأولى تسمى الرواية، والجهة الثانية تسمى الدراية. والعلم كله يرجع إلى هاتين الجهتين، إما رواية وإما دراية. الصحابة الكرام لم يحتاجوا إلى البحث في الجهتين. أما جهة الرواية فلأنهم سمعوا من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، أو سمع بعضهم من بعض، وهم كلهم أهل عدالة وصدق، فلذلك لم يكونوا يحتاجون إلى إثبات أن هذا من القرآن أو أن هذا من السنة. كذلك لم يحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة التي هي الدراية، لأنهم كانوا جميعا يفهمون اللسان العربية على وجه السليقة، لم يكن أحد منهم لا يفهم الكلام إذا سمعه ويقول اشرحوا لي هذا الكلام، بل كانوا جميعا يعرفون إذا تلي عليهم القرآن يعرفون معناه، وإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يعرفون معناه. جاء التابعون بعدهم فلم تشتد حاجتهم إلى الجهتين معا. أما جهة الرواية فلأنهم لقوا الصحابة الكرام، وأغلب التابعين رووا عن الصحابة الكرام، ومنهم من روى عن بعض التابعين نعم، فالتابعون اشتهر منهم ثلاث طبقات: كبار التابعين ووسط التابعين وصغار التابعين. فكبار التابعين الذين لا يروون إلا عن كبار الصحابة، مثل قيس بن أبي حازم الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة، هو وحده روى عن العشرة جميعا وأمثاله، وهم قليل، ما روى أحد عن العشرة المبشرين إلا قيس هذا، فهو أول من في طبقته. وكذلك الطبقة الوسطى من التابعين التي تروي عن كبار الصحابة وصغارهم، كتلامذة ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم، فهم رووا عن كبار الصحابة من أدركوا من كبار الصحابة، ورووا عن صغار الصحابة. والطبقة الثالثة التي روت عن صغار الصحابة وروت عن كبار التابعين، فهؤلاء في روايتهم بعض عن الصحابة وبعض عن التابعين. فلم تشتد حاجتهم إذن إلى البحث في جهة الورود الذي هو جهة الرواية. كذلك لم تشتد حاجتهم إلى البحث في جهة الدلالة، لأن العالم الإسلامي إذاك محصور تقريبا في مناطق متقاربة في جزيرة العرب وأطرافها من الشام والعراق ومصر ونحو ذلك، وهذه كلها إذاك حضارتها متقاربة، والأحداث التي تحصل فيها يوميا مألوفة بين الناس، فلم يحتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة. لكن عندما جاء أتباع التابعين اشتدت حاجتهم إلى البحث في الجهتين، جهة الورود وجهة الدلالة. أما جهة الورود وهي الرواية فقد قالوا ما كنا نبالي عمن نأخذ العلم حتى ركب الناس الصعب والذلول، فقلنا سموا لنا رجالكم، فمن كان مقبولا قبلناه ومن كان مردودا رددناه. فحينئذ أصبحوا يختارون وينتقون من أهل كل مصر ومن أهل كل حاضرة من يستحق أن يروى عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إذا قال صدق
فصدقوه، ويتركون من ليس ضابطا أو ليس عدلا أو في دينه شيء فهذا مجروح لا يروون عنه، لا يقبلون روايته، لا يصححونها. ثم احتاجوا إلى جهة الدلالة، لأنه حدث في أيامهم كثير من الأمور التي لم تكن في العهد النبوي ولا عهد الخلفاء الراشدين. حتى في السياسة تغير أسلوب الحكم، كان لدينا أولا النبوة ثم الخلافة على منهج النبوة، ثم تغير أسلوب الحكم فأصبح ملكا فيه توريث، الحاكم يورث ولده أو قريبه أو أخاه، وأصبح فيه أثرة واستبداد، فأصبح أسلوب الحكم يختلف عما كان في صدر الأمة. لكنه بقي عاضا، أي عاضا على دين الله، ليس لدى الأمة قانون وضعي تتحاكم إليه، وعاض على وحدة المسلمين، فالمسلمون دولة واحدة جمهورهم ينطوي تحت لوائها، ويحارب إذا حاربت ويسالم إذا سالمت، واستمر المسلمون على هذا إلى سقوط الخلافة العثمانية. فكان المسلمون دولة واحدة في جمهورهم، يشذ عنها بعض المناطق، بعض الدويلات الصغيرة، بعض الأفراد وقتا من الأوقات، ولكن هي التي تمثل ثقل المسلمين وسوادهم الأعظم، كما كان الحال منذ تنازل الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وسمي ذلك العام عام الجماعة، وهو عام 40 من الهجرة. وبدأ الملك من سنة 41، فاختلف أسلوب الحكم، كذلك اختلف أسلوب معاش الناس، فانتقلت العاصمة عن المدينة المنورة التي نزل فيها الوحي وعاش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله فيها. في البداية كان علي وأبي طالب رضي الله عنه نقل عاصمة الدولة إلى الكوفة في العراق، ثم لما انعقدت الإمرة لمعاوية بن أبي سفيان هو مستقر بالشام، انتقلت العاصمة إلى دمشق فأصبحت عاصمة الإسلام. ثم بعد ذلك لما جاءت الثورة العباسية وأصبح العباسيون بدل الأمويين، أصبحت بغداد عاصمة. في البداية كانت الكوفة، ثم بنى الرشيد بغداد فأصبحت بغداد عاصمة الإسلام في ذلك الوقت. ثم بعد هذا تعلمون أن عاصمة الإسلام انتقلت إلى هذه البلاد عندما فتح محمد الفاتح مدينة هرقل وهي اسطنبول، فأصبحت عاصمة الإسلام في ذلك الوقت. الدول الصغيرة نعم قد يكون لها استقلال، مثل الأندلس، مثل المغرب، مثل بعض اليمن في بعض الأحوال، لكنها لا تخالف السواد الأعظم والجمهور، فاقتصادها مرتبط باقتصاد الدولة الكبرى، وكثير من سياساتها وحربها وسلمها مرتبط أيضا بهذه الدولة الكبرى. جد كثير من النوازل بدخول أمم مختلفة في الدين وذوبان هذه الحضارات كلها في داخل الإسلام، لأن الإسلام يصهر الحضارات. فالله تعالى جعل المسلمين أمة واحدة، من كان منهم من الصين، من كان منهم من الأفارقة، من كان منهم من الأوروبيين، من كان منهم من العرب، كلهم صهروا فأصبحوا أمة واحدة تجمعهم أخوة الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يجمعهم هذا القرآن، تجمعهم هذه القبلة. فالبيت الحرام ليس للعرب ولا لأهل مكة ولا لأحد من الناس، بل هو الناس جميعا، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك القرآن ليس للعرب، بل هو لكل من آمن، لأنذركم به ومن بلغ كل من بلغه هذا القرآن فهو خطاب الله له. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس للعرب، بل هو مرسل إلى الناس كافة، وقد بيّن ذلك، فلا ليس العرب أولى به من غيرهم من المسلمين، فهو رسول المسلمين وليس رسول العرب وحدهم. فلذلك هذه الأمور تجمع كل هذه الأمة. أولا الرب جل جلاله رب البشرية كلها واحد،
القرآن كلامه هو التشريع واحد، الرسول واحد، القبلة واحدة، هذه لكل المسلمين. فعندما اتسعت الأمة وخالطت الحضارات الأخرى وترجمت ثقافات الأمم الأخرى، ترجمت ثقافة الإغريق وهم اليونان وما كانوا عليه، ترجمت حضارة الرومان، ترجمت الحضارة الفارسية، ترجمت الحضارة الصينية، الحضارة المنغولية، كثير من الحضارات ترجمت، حتى الحضارات الجنوبية مثل حضارة النوبة في السودان، حضارة الحبشة، ترجمت هذه الحضارات فأصبحت من الثقافة لدى الأمة الإسلامية. واللغة مشاركة في التفكير، كل إنسان يفكر بلغته الغالبة عليه، وكذلك الحضارة التي يعيش فيها الإنسان مؤثرة في فهمه ووعيه وتصوره. لهذا احتيج في أيام أتباع التابعين إلى قيام المذاهب، وهذه المذاهب اتجهت إلى ثلاث اتجاهات: الاتجاه الأول الجانب العقدي، والاتجاه الثاني الجانب العملي التطبيقي الفقهي، والاتجاه الثالث الجانب السلوكي التزكوي الذي سمي فيما بعد بالتصوف. فأصبح لدينا ثلاثة أقسام من الاجتهادات، وسبب ذلك أن الدين بذاته ثلاثة عناصر، والإنسان ثلاثة عناصر. فالإنسان خلقه الله مؤلفا من ثلاثة عناصر، هي البدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والعقل الذي ميز الله به الإنسان على سائر الحيوان، يفكر به ويفهم ويعي ويستذكر ويستحضر. فالعقل له وظيفتان: وظيفة التخزين، تخزين المعلومات في الذاكرة، ووظيفة توظيف المعلومات في المفكرة. فالعقل له وظيفتان. لذلك كان الدين ثلاثة عناصر. العنصر الذي يخاطب العقل من الدين ما هو؟ هو الإيمان. والعنصر الذي يخاطب البدن من الدين ما هو؟ هو الإسلام. والعنصر الذي يخاطب الروح من الدين ما هو؟ هو الإحسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: هو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فلما قال أتاكم يعلمكم دينكم، عرفنا أن الدين هو الإيمان والإسلام والإحسان، أن هذه العناصر الثلاثة هي الدين. وهذه العناصر الثلاثة هي التي تغطي كل جوانب حياة الإنسان، فالإنسان لا يبقى بعدها سدى أبدا. في الجانب العقلي مغطى بالإيمان، والجانب البدني والتصرفات مغطاة بالإسلام، والجانب الروحي مغطى بالإحسان. فهذه هي العناصر الثلاثة التي جمعت الدين. هذه العناصر الثلاثة احتيج في كل واحد منها إلى اجتهادات، وذلك أن الاختراع وليد الحاجة. هذه الكلمة تسمعونها لدى أهل التكنولوجيا كثيرا، يقولون الاختراع وليد الحاجة، معنى الناس عندما يحتاجون إلى شيء جديد يخترعون له اختراعا، يحتاجوا إلى ماكينة معينة أو إلى صناعة معينة اخترعوا لها اختراعا جديدا. والاختراعات لا تنتهي، لأنها من إنتاج العقول، وإنتاج العقول لا نهاية له، كما قال أبو تمام: ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت، حياضك منه في العصور الذواهب، ولكنه صوب العقول إذا انثنت كتائب منه أتبعت بكتائب. فاليوم أهل هذا الزمان اخترعوا مثلا الطائرات المسيرة بدون طيار، واخترعوا قبلها المراكب الفضائية، واخترعوا كثيرا من وسائل الاتصال وتخزين المعلومات ونقلها، فهذه بسبب الحاجة إليها اخترعت. فكذلك بدأت الأمة منذ العصر الثالث من عصورها في الحاجة إلى اختراع جديد، وهو الذي يمكن أن يغطي لها كل ما تجدد في حياتها من خلال نصوص الوحي. وهذا الاختراع هو الذي نسميه بالاجتهاد. وعلم الاجتهاد في علوم الدين هو مثل علم الاقتصاد في علوم الدنيا. فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا
هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة. هذا الشخص موظف في الجامعة له راتب قدره كذا، ولكن له حاجات ما يمكن أن نحددها، لا يمكن أن نقول حاجته محصورة في كذا، لأنه قد يمرض له مريض، وقد يأتيه ضيف، وقد تعن له صفقة يشتري ويبيع، قد يزوج أحد أولاده، قد يحصل له أي قضية. فلذلك الراتب محصور بعدد محدد الآن في سقف الرواتب، سقف لا أعلى وسقف لا أسفل. كذلك الحاجيات غير محصورة. فعلم الاقتصاد هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة، فيوفر للإنسان هامشا للادخار وهامشا للربح وترتيب الأولويات وتركيز على الضروريات وتأخير التكميليات وهكذا. هذا الميزان هو الذي يسمى بالاقتصاد. لكن في علوم الدين الاقتصاد فيه هو علم الاجتهاد، لأنه العلم الذي يمكن من خلاله تغطية النوازل غير المحصورة من النصوص المحصورة. نصوص الوحي كملت، وقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وكان يوم جمعة وهو واقف بصعيد عرفة في الحج في حجة الوداع، نزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتم الدين حينئذ، تمه الله، فلا يمكن أن ينزل شيء من عند الله جديد ينسخ شيئا مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين الذي أتمه الله هو في القرآن والسنة. فالقرآن آياته حسب العد الكوفي الذي تعدون به الآن في المصاحف 6214 آية، 6214 آية. آيات الأحكام من القرآن التي تختص بالأحكام 500 آية. الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بصحيحها وحسنها وضعيفها لا تتجاوز 300,000 حديث، وأحاديث الأحكام منها لا تتجاوز 11,000 حديث. فإذا عندنا في الأحكام 500 آية و 11,000 حديث تقريبا. هذه لا تغطي كل حاجيات الناس في العقائد وفي الفقه وفي السلوك، فنحتاج إلى اجتهاد. وهذا الاجتهاد كيف نغطي كل ما يرد علينا من الأفكار فيما يتعلق بالعقل من خلال نصوص العقائد؟ كيف نغطي كل ما نحتاج إليه من التصرفات من البيع والشراء والإجارة والكراء وغير ذلك والصناعة والزراعة من خلال آيات الأحكام المتعلقة بالفقه؟ كيف نغطي ما يتعلق بجوعتنا الروحية وعلاقتنا بالله وأدبنا مع الله وإحساننا وتعاملنا مع الله جل جلاله من خلال النصوص الوحي المتخصصة في جانب الإحسان؟ هذا الذي اشتغل به العلماء، وهؤلاء العلماء إنما أحال الله إليهم جل جلاله، فأحال إليهم عند الجهل، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأحال إليهم عند الخلاف، فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فما قال لعلموه جميعا، بل قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الذين يصلحون للاستنباط من القرآن والسنة هم الذين يمكن أن يعلموا الحكم الشرعي في كل أمر يتجدد للناس. وهؤلاء العلماء هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ائتمنهم الله على هذا الوحي. ففي كل عصر من العصور وفي كل بلد من البلدان يختار الله طائفة من أهل ذلك البلد يحملون هذا الوحي ويرونه ويقومون بالواجب في شرحه وبيانه. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كل خلف معناه كل طبقة، كل عصر
يختار الله منه طائفة وهم عدول ذلك العصر فينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فهم الذين يجيبون على كل الأسئلة المتجددة، كل النوازل التي تتجدد يعملون عقولهم وعلمهم فيها فيستنبطون لنا الحكم من الآيات التي تغطيها والأحاديث التي تغطيها. لا يمكن أن يبتدعوا ولا أن يأتوا بشيء لا أصل له لا من قرآن ولا من سنة أبدا، بل لا بد أن يكون اجتهادهم مرتبطا بالوحي المنزل كتابا وسنة. هؤلاء المجتهدون هم درجات مختلفة، فمنهم أئمة الاجتهاد أصحاب المذاهب المستقلة، من أمثال أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة التيمي رحمه الله، ومن أمثال أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري رحمه الله، ومن أمثال أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي رحمه الله، ومن أمثال أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي رحمه الله. فهؤلاء الأئمة المجتهدون غير محصورين في هؤلاء الأربعة، بل كان في الأمة كثير من الذين بلغوا رتبتهم، بلغوا رتبة الاجتهاد، وقد اشتهر منهم ستة بالإضافة إلى هؤلاء الأربعة. قد نظمهم السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع فقال: والشافعي ومالك والحنظلي إسحاق والنعمان وابن حنبلي وابن عيينة مع الثوري وابن جرير مع الأوزاعي والظاهري وسائر الأئمة على هدى من ربهم ورحمته. هؤلاء أجمعت الأمة على أنهم على هدى من الله، وأنهم أهل صلاح وأهل زهد في الدنيا وأهل إقبال على الله وأهل علم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فلذلك أصبحوا أئمة في الدين يشار إليهم بالإمامة في الدين. هؤلاء الأئمة في ذلك الزمان هم سادة الناس وقادتهم في الخير، يرشدونهم إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله كتابا وسنة، ويفهمون الكتاب والسنة فيحلون بفهمهم كل ما يتجدد من الإشكالات لدى الناس. هؤلاء الأئمة الأعلام هم أئمة الاجتهاد. في فنون أخرى لدينا أئمة اختصوا، ففي جمع السنة لدينا أئمة اختصوا بجمع السنة، في ما يتعلق بالجرح والتعديل لدينا أئمة اختصوا بهذا المجال، فيما يتعلق بالسيرة النبوية لدينا أئمة اختصوا في هذا المجال، فيما يتعلق بالسلوك لدينا أئمة اختصوا في هذا المجال، فكل له تخصصه، لكن الذين بلغوا رتبة الاجتهاد هم هؤلاء، وهؤلاء قطعا داخلون في قول الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. هذا أمر من الله لكل مؤمن ومؤمنة، فقال: واتبع سبيل من أناب إلي، من أسلك سبيل هؤلاء المنيبين الصادقين، من أناب إلي أي من تاب إلى الله توبة نصوحا صادقة. فأمرنا الله باتباع سبيلهم، وسبيلهم فيه فهمهم للكتاب والسنة، وإن كان اجتهادهم فيه غير معصوم ولكن إجماعهم معصوم، واجتهاداتهم يمكن أن نختار منها ولا نخرج بذلك عن سبيلهم. فاشتهر لدى المسلمين ما سمي بالمذهب السني أو أهل السنة، وهم الذين لزموا هذا المنهج وكانوا استمرارا لما كان عليه الصحابة والتابعون من أئمة التابعين. فهؤلاء جميعا يسمون بأهل السنة. أهل السنة تشمل أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد والثورية وابن عيينة والأوزاعي وابن جرير الطبري وداود الظاهري والثوري إلى آخره، كلهم يسمون أهل السنة وأتباعهم معهم. في مقابلهم اشتهر قوم خالفوا السنة، في ذلك الصدر الأول اشتهرت فرق خالفت السنة في الاعتقاد، من أمثال المعتزلة، ثم بعدها الجهمية، ثم بعد ذلك القدرية والجبرية،
وهذه كلها طوائف مخالفة للسنة، بالإضافة إلى ما سبق بافتراق الشيعة مع أهل السنة، فقد افترقت الشيعة ثم افترق الآخرون أهل الأهواء إلى هذه الفرق المختلفة من ناحية من الناحية العقدية، فيها القدرية وفيها الجبرية. القدرية الذين يزعمون لا قدر، ينكرون قدر الله الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة، ويزعمون أن الأمر أنوف وأن الله يخلقنا ونحن نخلق أفعالنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والجبرية الذين يرون أننا لا نستطيع أن نفعل شيئا وأن الله كلفنا بما لا نطيقه فيخالفون القرآن، هؤلاء الجبرية. وكذلك الجهمية الذين ينكرون صريح القرآن والسنة فيما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ويرون أن القرآن مخلوق وأنه ككل المخلوقات الأخرى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك المعتزلة الذين يرون أن القديم واحد وهو ذات الله، وأن الله ما له صفة، فيقولون هو عليم بذاته وهو حي بذاته وهو سميع بذاته وهو بصير بذاته وهو قادر بذاته، لكن ليس بصفة، فينكرون صفات الله، وهؤلاء هم المعتزلة. أما جمهور المسلمين فهم أهل السنة، وتحصل بينهم خلافات جزئية في بعض الأمور، ولكنها لا تخرجهم عن كونهم من أهل السنة، لأن كل أمر اجتهادي تبذل فيه الجهود والعقول فلا بد بالضرورة أن نختلف فيه في بعض الجزئيات. وهذا الفرق بين النص المقدس الذي نزل به جبريل من عند الله، هذا لا نختلف فيه، لكن اجتهادات الرجال بالضرورة لا بد أن نختلف في أشياء منها. فمثلا ما مفهوم الإيمان؟ أهل السنة اختلفوا، فجمهور أهل السنة أن الإيمان يشمل عمل الجوارح وأنه داخل في مسمى الإيمان، أن الإيمان هو الدين كله فيشمل عمل الجوارح. وقال الطائفة من أهل السنة إن الإيمان هو عمل القلب فقط، وأن عمل الجوارح هو الإسلام. كذلك خلافهم في بعض الجزئيات العقدية كالمسألة اللفظية فيما يتعلق تكلمنا بالقرآن من صفاتنا وصفاتنا مخلوقة ونحو ذلك، هذه مسائل عقدية اختلف فيها أهل السنة، مثل مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، هل رآه ببصره أو رآه بقلبه، محل خلاف عقدي بين أهل السنة. مثل جواز رؤية الله في المنام، هل يمكن أن ينام أحد منكم الآن فيرى الله في المنام، هذا محل خلاف بين أهل السنة، بعض أهل السنة يرى جواز ذلك وبعضهم لا يرى جواز ذلك. هذه مسائل اختلف فيها أهل السنة وهي من العقيدة، لكن لا يقتضي خلافهم فيها خروجهم عن أهل السنة. وبهذا نعلم أن العقيدة قسمان، القسم الأول منها الذي هو نص شرعي ثابت، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا ليس مذهبا لأحد، هذا لكل المؤمنين، كل أهل السنة يؤمنون بهذه الأركان الستة، لكن منها اجتهادات في التعامل مع النصوص، وهذه الاجتهادات لا بأس ما دامت منضبطة بضابط الاجتهاد الشرعي، حتى ولو اختلفت فلا بأس بها. ومثل ذلك أيضا المذاهب الفقهية، فأهل السنة اختلفوا في الفقه، فكان لديهم مذاهب، تسمعون الآن المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، المذهب الظاهري، لكن كلهم من أهل السنة، لأنه اجتهادهم وإن اختلف منضبط بالضوابط الشرعية، ملتزم بأن القرآن في أعلى الدرجات، وأن السنة هي التي تفسر القرآن، وأن بعد ذلك إجماع الأمة، ثم بعد ذلك يأتي القياس، فهذا يتفقون عليه. ويختلفون في جزئيات، مثلا هل الأمر يقتضي الوجوب، هل الأمر يقتضي الصحة، هل النهي يقتضي الفساد، هل الفساد هو البطلان أو غير البطلان، هل الفرض هو الواجب، هذا خلافات أصولية على أساسها تختلف المذاهب ولا إشكال فيها. فنحن الآن لا نضيق ذرعا بأن أهل السنة فيهم مذاهب، فيهم المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي،
كذلك من الناحية العقدية اختلف أهل السنة على أربعة مذاهب. المذهب الأول هو طائفة لزمت الهدي الأول الذي كان عليه الصحابة والتابعون ولم تقبل تجديدا ولم تتكلم فيه، وهؤلاء كانوا إذا سئلوا عن أي شيء يتعلق بالعقائد يقولون معلوم أي معروف ولكن لا يشرحونه. كما سئل مالك عن الاستواء ما معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى، تفسيرها قراءتها، هذه النصوص إذا أردت أن تفسرها اقرأها فقط، قل الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لما خلقت بيدي ولتصنع على عيني، فتفسيرها قراءتها لا تشرح أي لفظ من ذلك. هذا المذهب الأول، أنهم ما كانوا يشرحون أي لفظ من هذا ولكن يعلمون أنه حق وصدق وهم يفهمون اللغة العربية في الأصل على وجه السليقة، وهذا المذهب هو أسلم المذاهب، ليس فيه قطعا أي شيء يلام عليه صاحبه. الإنسان الذي قال ما قال الله وقال ما قال رسول الله وسكت لم يزد على ذلك لا يلام، لا يلام قطعا على هذا. المذهب الثاني هو مذهب الحنابلة وأهل الحديث، الناس اليوم يسمونه المذهب السلفي لكن الواقع أن المذهب السلفي مختلف عنه في بعض الجوانب. هذا المذهب قال إن لدينا أسماء لله جل جلاله سمى بها نفسه، ولدينا صفات لله جل جلاله وصف بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إلى الآن لا إشكال فيه، لكن لدينا نصوص أخرى لا نفهم أنها أفعال ولا نفهم أنها في ذاتها تدل على الوصف، مثل ما ذكرنا مثل يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مثل لما خلقت بيدي، ومثل ولتصنع على عيني، فهذه النصوص ثابتة لا يستطيع أحد من المسلمين إنكارها، وهي حق وصدق يجب على كل مؤمن وكل مؤمنة أن يعتقد أنها حق، لكن السلف سكتوا عنها، والحنابلة أولوها تأويلا عاما وهو قالوا هذه صفات لله، قالوا الوجه صفة من صفات الله، والعين صفة من صفات الله، واليد صفة من صفات الله، واليدان صفة من صفات الله، والساق صفة من صفات الله، والقدم صفة من صفات الله، والأصابع صفة من صفات الله، والشخص صفة من صفات الله، والجنب صفة من صفات الله، وقالوا كونها صفات لا يقتضي تشبيها لها بالمخلوقات، فالمخلوق له وجه يناسبه، والله جل جلاله له وجه يناسبه، كما أن للنهار وجها، وجه النهار، وجه النهار ليس معناها مثل وجه الإنسان، والنهار مخلوق لكن وجهه لا نشرحه بأنه مثل وجه الإنسان له عينان وأنف وفم، فإذا كان هذا مخلوق لا يشبه المخلوق فمن باب أولى الخالق جل جلاله. وقالوا القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات، قالوا نحن نؤمن أن الله له ذات تختلف عن ذوات المخلوقين، يؤمن بها كل أهل السنة، فكذلك نؤمن بأن له صفات تختلف عن صفات المخلوقين أيضا يؤمن بها كل أهل السنة، ثم نقول إن هذه أيضا صفات. هذا الذي قالوه فقط يختلف عن مذهب السلف في أنهم قالوا إنها صفة والسلف سكتوا، السلف ما قالوا إن الوجه صفة ولا إن العين صفة ولا إن اليد صفة ولا إن اليدين صفة، اليدين صفة، السلف سكتوا عن ذلك وقالوا تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى. والحنابلة وجمهور أهل الحديث قالوا هي صفات. إذن هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث هو مذهب التأويل، والتأويل معناه أن أصحابه قالوا وجدنا أن الصحابة الكرام لما اعترضت أمامهم المعية العامة وقد جاءت في آيتين من كتاب الله في سورتين متواليتين وهما سورة الحديد وسورة المجادلة، أولها بالعلم والإحاطة
فالله تعالى يقول وهو معكم أينما كنتم، ويقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فالمعية وجدناها في القرآن على إطلاقين، المعية الخاصة معناها النصرة والتمكين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية الخاصة معناها النصرة والتمكين. القسم الثاني هو هذه المعية العامة، هو معكم أينما كنتم، إلا هو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه المعية هنا فسرها الصحابة بأن معناها العلم والإحاطة، أنه مطلع على أسرارهم وعلى ما يخفونه جميعا وعلى ظواهرهم وبواطنهم، فهو جل جلاله علام الغيوب، يعلم السر وأخفى. فهؤلاء المؤولون قالوا إذا كان الصحابة أول المعية العامة بالعلم والإحاطة، فنحن نؤول ما أشكل علينا من هذه النصوص بما يشبهها، فنؤول الوجه بالذات، ونؤول العين بالبصر، ونؤول اليد بالقدرة، وهكذا في كل صفة من كل نص من النصوص يؤولونه وحده تأويلا خاصا، ليس مثل التأويل العام الذي قال الحنابلة، قالوا هذه صفات من صفات الله، لا هم قالوا نؤولها بما يشبهها فيكون ذلك تأويلا خاصا. المذهب الرابع هو مذهب التفويض، وهو أن هذه النصوص صحيحة، وأن معناها هو معنى لغة العرب، ونفوض معناها إلى الله، فنحن لا نعلم حقيقتها. وذلك أن هؤلاء قالوا السلف الصالح كانوا إذا سئلوا عن شيء قالوا معلوم، كما قال مالك في الاستواء، لكن أنا إذا قال لي التركي أو الفارسي ما معنى الاستواء وقلت له معلوم يقول كذبت، ليس معلوما عندي، فماذا أقول؟ قالوا نحيل علمه إلى الله بدل أن أحيله إلى علمي أنا، أحيله إلى علم الله، فأقول الله أعلم بمراده به، وأكون حينئذ لم أكذب على الله ولم أتجاسر على تأويل، وإنما رددت العلم إلى الله جل جلاله. وذلك عمل بقاعدة أهل السنة أنهم يقولون الله أعلم فيما استشكلوا. فهذان المذهبان يشملان المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي، فهذه أربعة مذاهب كلها من أهل السنة، مذهب السلف الأول، مذهب الحنابلة وأهل الحديث، مذهب الأشاعرة، مذهب الماتريدية، كلها من أهل السنة. يخالفها قوم، وبعضهم ينتسبون إلى بعض هذه المذاهب في جزئيات، مثلا إذا قلنا إن فلانا من أهل السنة ليس معنى ذلك أنه من أهل الجنة، قد يكون من أهل الجنة وقد لا يكون كذلك، لكن المهم أنه من السائرين على هذا المنهج، وهذا المنهج واسع وليس ضيقا حتى يقال ما يتوقع بعض الناس أن المنهج خرت إبرة ضيق جدا، لا ليس كذلك، المنهج هو هذا المنهج العام السائر الذي يشمل هذه المذاهب الأربعة. مثل المذهب الفقهي هو منهج واحد لدى أهل السنة وفي أربعة مذاهب أو أكثر، فكذلك هذا هو هذا مفهوم أهل السنة في الجانب العقدي، هي هذه المذاهب الأربعة. هذه المذاهب لا شك فيها اجتهادات هي خطأ، وفيها اجتهادات هي صواب، وفيها أمور متفق عليها بين المذاهب الأربعة، وفيها أمور مختلف فيها بينهم، لأنهم يزيدون على أصل الاعتقاد بما يتجدد من القضايا والنوازل ويجتهدون فيها كما ذكرنا. اليوم في زماننا أصبحت الترجمة سائدة، فأصبح الناس يترجمون كل شيء بلغات، والقرآن الكريم من سار على منهج السلف الأولين لم يترجمه، لماذا؟ لأنه سيأتيه هذه الألفاظ، ستأتيه لفظ مثلا الرحمن على العرش استوى، أو يأتيه لفظ لما مثلا خلقت بيدي، أو يأتيه لفظ
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ويأتيه بما فرطت في جنب الله ويأتيه ولتصنع على عيني. فهذه إذا ترجمها فقد فسرها وتفسيرها مخالف للمنهج السلفي الأولين، لأن أحمد قال ولا كيف ولا معنى، تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى. فالمترجم الآن لا بد إما أن يؤول أو أن يهوض. فكل تراجم الآن، تراجم القرآن إذا وصلت إلى هذه النصوص إما أن تؤول وإما أن تهوض، سواء كان التأويل تأويلا عاما بأن يقول هذه صفة من صفات الله، أو أن يكون تأويلا خاصا مثل أن يقول العين معناها البصر أو يفسرها بالبصر. فالترجمة لا بد أن تكون على أحد المذاهب الثلاثة الأخرى، إما مذهب الحنابلة وهو التأويل العام، وإما مذهب التأويل الخاص، وإما مذهب التفويض. لكن فيما بين المذاهب حصلت فتن ومشكلات أدت إلى حصول عصبية، وهذه العصبية حصل فيها إراقة الدماء واستحلال ما حرم الله من دماء المسلمين. فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى الخمسة إلى القبلة فقد عصم الله دمه وماله وعرضه، ولا يحل لمسلم أن يتعرض له. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم في وصيته قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. واستحلال دماء المسلمين هو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. وقد حصلت في بغداد قديما فتن بين هذه المذاهب، بين أهل السنة أنفسهم، بسبب التعصب لبعض المذاهب الاجتهادية. فكانت فتنة ابن القشيري التي فرقت بين الحنابلة والأشاعرة والماتريدية، وأدت إلى أن يتهم كل طرف الطرف الآخر بأنه ليس من أهل السنة، وأن يعصب أتباعه وطلابه ضد هذا المذهب، وأن يجعله عيبا وذما كأنه يحكم على أهله بالكفر أو بالنار أو أنهم ليسوا على شيء. وهذه عصبية من العصبيات المقيتة، هي مثل الطائفية التي ترونها الآن تريق دماء المسلمين بسبب مظلمة كانت في العصور القديمة، فكل من فوق الأرض الآن من الأحياء لم يشارك في قتل الحسين رضي الله عنه ولا له علاقة بذلك، وجميع أهل السنة يكرهون قتل الحسين ويكرهون من قتله ويتولون الحسين ويحبونه حبا شديدا. لكن العصبية هي التي تؤدي أن ينظر إلى هؤلاء جميعا أنهم قتلة الحسين رضي الله عنه، وينظر إليهم أنهم جميعا مثل يزيد بن معاوية أو مثل شمر بن ذي الجوشن أو مثل عمرو بن سعد أو مثل عبيد الله بن زياد الذين اقترفوا الجريمة. هذا لا شك أنه ظلم واعتداء، وأنه ينبغي للواعين والمثقفين في هذا الزمان أن يتخلصوا من هذه العصبيات، وأن تتسع صدورهم، لأن ما كان نصا لا نختلف فيه الحمد لله معصوم، وما كان سببا لحصول الخلاف فيه بسبب الاجتهاد الحمد لله الأمر فيه سعة، فإن الله كان قادرا على أن يفصل لنا هذه الأمور كتفصيل القوانين، فيقول المادة رقم واحد كذا وكذا والمادة رقم اثنين كذا وكذا، لكن الله لم ينزل لنا القرآن بذلك الأسلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا السنة بذلك الأسلوب، بل جعل الله القرآن حمالا كثير الوجوه وجعله ممكن أن تختلف فيه الاجتهادات والآراء، وكذلك السنة النبوية. فالحمد لله هذا الخلاف بين أهل السنة لا ينبغي أن يفسد للود قضية. وقد كان الصحابة يختلفون في مسائل عقدية، كما اختلف ابن مسعود مع غيره في قضية تدوين المصحف وفي قضية المعوذتين هل هما من القرآن أم لا، هذا خلاف عقدي. وكما اختلفت عائشة رضي الله عنها
ابن عمر وغيره من الصحابة الذين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه. عائشة ترى أن هذا منكر شديد وقالت لقد قفش علي مما قلت، وقالت ثلاث من أخبرك بهن فقد أعظم على الله الفرية. لكن هذا اجتهاد عائشة وهذا اجتهاد ابن عمر، ولا نتعصب لواحد منهما، كلهما نواليهما ونحبهما ونترضى عنهما، لكن نعلم أن هذا اجتهاد وأن الاجتهاد ليس معصوما، ليس مثل الوحي المنزل أن فيه صواب وفيه خطأ، وأنهما اجتهدا فاختلفا. فمن كان منهما مصيبا فله أجران، ومن كان مخطئا فله أجر، وليس عليه إثم في اجتهاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجر، وإذا اجتهد فأخطأ إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. جدير بنا نحن الآن طلبة العلم جميعا أن نعود إلى هذه المسامحة وإلى هذه الأصول الأصلية، وأن ننظر إلى كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وآمن بالبعث بعد الموت وصلى الخمسة إلى القبلة نعتبره أخا لنا في الدين، لأن الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأن ننظر إلى خلافاتنا العقدية في المسائل الاجتهادية كخلافاتنا الفقهية في المسائل التعبدية. فمن الناس من يقبض يديه في الصلاة ومنهم من يصدرهما، ولا إشكال كلهم من أهل السنة وكلهم أخذ بجانب اجتهادي في أعمال النصوص. منهم من يرفع يديه عند الركوع ويرفع يديه عند الرفع من الركوع ويرفع يديه عند الرفع من الجلسة الوسطى، ومنهم من لا يفعل ذلك، لكن هذا يصلي خلف هذا وهذا يصلي خلف هذا. منهم من يقول قبل الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، ومنهم من لا يقول ذلك، لكن لا إشكال أنا نصلي كلنا نصلي خلف من يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والآخرون أيضا الذين يقولون ذلك يصلون خلف من لا يقول ذلك، فلا إشكال. وهذا الخلاف بين أهل السنة سأمثله لكم تمثيلا تشربه عقولكم، فهو مثل الخلاف بين القراءات. هذا القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف، فقرأه على الناس وعلمهم وأقرأهم. فالآن هذه القراءات التي بين أيدينا، هذه القراءات العشر المتواترة برواياتها العشرين بطرقها التي تصل إلى 1050 طريق، هذه كلها من الأحرف السبعة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر أي شيء منها كفر، من أنكر أي حرف من المتواتر من القرآن كافر. وهي مختلفة في ألفاظها، مختلفة في طريقة النطق في بعض الكلمات، لكن لا يؤدي ذلك إلى اختلاف بين المسلمين أبدا. الذي يقرأ ملك يوم الدين والذي يقرأ مالك يوم الدين والذي يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم والذي يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم لا يختلفون. هذا كله قرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالخلاف بين المذاهب الاجتهادية خلوه مثل هذا الخلاف في قراءات القرآن، وحينئذ لا إشكال بيننا، فنحن جميعا أهل سنة، ومن كان أتقى لله وأعبد لله فهو أرفع مقاما فينا، ومن كان دون ذلك فهو أدنى مقاما. ففضل المسلمين إنما هو بالتقوى، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وحينئذ لا نبالي بمذهبه، فأنا لا أسأل عن مذهبه كما لا أسأل عن جنسيته ولا أسأل عن جنسه ولا لونه ولا عرقه ولا نسبه، لا يهمني ذلك. ويهمني أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وآمن بالقدر خيره وشره وآمن بالبعث بعد الموت وأنه يصلي الخمسة إلى القبلة، فهو أخ لي، أعتبره أخا لي وأحبه وأدعو له، وإذا أمكنني أن أوصل إليه نفعا أوصلته إليه، ولا بد أن أكف عنه ضري وشري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن من سلم المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. بهذا نكون قد أتينا على مفهوم أهل السنة. يبقى مفهوم استعمل وقتا من الأوقات وهو مفهوم الجماعة. فالجماعة في الأصل
معناه العدد الكبير من الناس، والمسلمون ذو عدد كبير كما تعهد الله بذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر المرسلين تابعا يوم القيامة، أمته أكثر الأمم، لا تقارن بها أي أمة من الأمم، علماؤها، صلحاؤها، مجددوها، عابدوها أكثر بكثير من نظرائهم في ملة عيسى أو ملة موسى أو ملة أي نبي من الأنبياء. هذه الأمة شرفها الله بهذا الرسول الكريم الذي هو أحب الرسل إلى الله وأفضل الرسل عند الله وأخشاهم لله وأتقاهم لله وهو سيدهم وإمامهم. شرفها الله أيضا بهذا القرآن الذي ختم الله به خطابه إلى الناس، وهو أحدث الكتب بالله عهدا، فشرفها الله به. شرفها الله بهذا التشريع الذي يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان، فالأمم الأخرى التي كانت لديها كتب منزلة من عند الله وهي من كلام الله نحن نؤمن بها، وهي شرائع تصلح للتطبيق في وقت نزولها والوقت المخصص لها، لكن بعد نسخها لا تصلح للتطبيق، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يقبل الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله بأي ملة أخرى غير الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية ولا أي ملة أخرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فكل من لم يتبع هذه الملة التي هي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله فلا يدخل الجنة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإقامة الحجة عليه ببلوغ هذه الدعوة. فإذا كان الحال كذلك فهذه الأمة هي أكبر الأمم وأكثرها عددا، لكن الأمة فيها كما ذكرنا فرق وطوائف، فجمهورها هو الذي يسمى بالجماعة. وقد اشتهر هذا اللفظ في أيام عبد الملك بن مروان عندما كانت الأمة من الناحية السياسية منقسمة إلى أربع توجهات. التوجه الأكبر هو التوجه الذي كان مع بني أمية وأهل الشام وأهل مصر، وفي الأخير سيطر على الحجاز والعراق، وهذا الذي سمي بالجماعة في ذلك الوقت. والقسم الثاني كان مع عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب، وكان مسيطرا على الحجاز ثم على العراق وقتا من الأوقات. والقسم الثالث هو الشيعة الذين سيطروا على مكان في العراق مع المختار بن أبي عبيد الثقفي. والقسم الرابع هم الخوارج الذين سيطروا على نجد مع نجدة بن عامر. فهؤلاء أربع دول في ذلك الوقت، أو أربع توجهات سياسية قامت في ذلك الوقت في صدر الإسلام. فكان الناس يطلقون الجماعة على الجمهور، أي من كان مع عبد الملك بن مروان. ولذلك قال الراعي الحسين بن عبيد النميري: أزمان قومي والجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل مميلا. أزمان قومي يقصد بني عامر بن صعصعة، والجماعة أي من كان مع عبد الملك من جمهور المسلمين، كالذي لزم الرحالة أن تميل مميلا. وبعد ذلك اشتهر افتراق الأمة إلى بعض الطوائف، فسمي أهل السنة والجماعة بالذين يسلكون هذا المنهج وهم أكثرية الأمة، فجمع بين السنة والجماعة، فلم يقولوا الجماعة فقط لئلا يكون ذلك لقبا سياسيا مختصا كما كان في العهد الأموي، ولا يسمونهم أهل السنة فقط، لأن بعض المذاهب تسمي أنفسها باسم أهل السنة كالأشاعرة مثلا وحدهم، فلذلك سمي الجميع باسم أهل السنة والجماعة. وقد اشتهر اليوم أن هذا اللقب يطلق على الحنابلة